السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على اللعبة نهال بنزينة، وين هكذا ردت هذه اللعبة على منتقديها لارتداء الحجاب ومشاركتها في مونديال السيدات اللي دخلت به التاريخ. دخلت به التاريخ، فهي كاين اربيت مراه، فهاديك اربيت وقيله فلسطينيه، فهاديك دير اربيت هي حاكمه تاع كره القدم، فهاديك دير الحجاب، فهاديك ما شاء الله داخلين خصوصيات تاعنا. الله يسهل عليها، الله يسهل عليها. واو لله، انتوما نهار اللي محرز وراوه النهار اللي تزوج مع مرتو وراوه في الاخر حافظ ايام هدرنا، قلنا يا ودي انت راك قائد فريق نورمالمون ما ديش الصوالح، شا دخلك خلي محرز زا بعيد عليكم، تربية تاعو دايرة هاكا عجبتكم لا لا عجبكم، وحدة دايرة حجاب ما عجبتكمش لا حرج كيما هاكا، قاع وليتو قاع وليتو لخرين نتوما، قاع وليتو تاع كيسموها يا ربي قولوا معنا، قاع وليتو محسوب حاجة كبيرة يعني، ما نتوما نتوما عندكم يعني الفقه، فقه علماء لا لا سؤال لا قديش هاك لا كما دارت هاك دخلكم، هاي فرضت روحها لاعبة هاذي راهي فرضت روحها. واو لله يعني اللي كاين بزاف واحد ولا كاين ولا يرسل لي تقول هذا اللي قلت لها لبسي كيما هاك ولا هذه لعيبه نور، كاين ولا يرسل لي شوفي هذيك اللي كنت تهضر عليها اش دارت، ومن بعد انا وليت نرسل لهم واحد التصاوير، واحد التصاوير تاع تصاوير، وانا اللي ولا يرسل لي التصوير انا نرسل له تصويره واحده اخرى نقول له غيدي ولادي غيدي اللي دايره حجاب ولادي لي راهي شاعله الاخرى كيسموها، وقاعد تفرجوها شاهدنا يعني بارطاج تفراج ليجام وكلش لا يدير لا يترقص. ما نذكرش الولايه، ولايه تاع رجاله هذيك، ولايه تاع رجاله جايه في الشرق ما نجيبش نذكرها، خاطر كاين اللي يقول لك فلانه العنابيه فلانه الصطيفيه فلانه، ما نجيبش نذكرهم انا هذو، ما نذكرش الولايات خاطر عليه تحشم من مواليها، عندنا احبابنا وخوتنا كلينا عندهم وكلاو عندنا، ما تجيبش تذكر الولايه يعني وحده خانزه تردها ترد ولايه كومبلي، هذيك ما نجيبوش نديروها حنايا فهمني خويا، كي نجيبو نجيبو على هذيك 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 اللي تقول لهم انا سطايفيه اللي ترقص راهي دير، شاهدناكم كاع طايحين عندها كاع تبغوا تبردوا، باجي عند شوبي ترسلوا وحده دايره خمار دايره حجاب نتوما كاع تدخلوا تبردوا لا غلاس، قاعد تبغوا تشوفوا لا غلاس، أيوا باجي عند شوبي تسلو مغربية دايرة حجاب، أي دايرة حجاب هاديك، أي دايرة حجاب، أمالكم أصاحبي، أنا نفتخر بهذا الطفلة هذي اللي دارت حجاب، هذي بنزينة هذي نفتخر بها، والله العظيم، تاشا كاين نكوت بنزينة هنايا، في الجزائر كاين نكوت بنزينة بزاف. ديجا كاين شونتير وقيلا قسنطينة وقيلا العنبة بنزينة، واو لله. وين عبرت لاعبة المنتخب الوطني المغربي للسيدات نهيلة بنزينة عن فرحتها بكونها أول لاعبة محجبة تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات والتي تجري أطوارها بأستراليا، وقالت نهيلة في تصريح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إنها سعيدة جدا بكونها أول مغربية عربية مسلمة ترتدي الحجاب، وأكدت اللاعبة المنتخب النسوي أن ارتداء الحجاب هو اختيار فردي، داعية المحجبات إلى التمسك بحجابهن لأن لا علاقة له بالرياضة، فهو على العكس من ذلك يشرفهن في جميع الأماكن. حجاب هي طاعت صورة يعني، وقالت أنا دائما محافظة على صلاتي وأقرأ القرآن
أحب كرة القدم، مارست كرة القدم، وأنا الآن لاعبة. بس عطات صورة تقول لك باللي الخمار الحجاب ماهوش ما يديرونجيش، كيما واحد خطرة واحدة قالت لهم أيا كي نعرفوا واحدة ما يدير حجاب ودير نقاب ودير كي نعرفوها. أيا رد لها واحد داعية جزائري قال لها أنا كي نعرف لاكولير تاعك لازم تبين تقلعي كاع داك الحمير اللي راكي داير، البنتولة اللي دايرتها، الصبيغة اللي دايرتها قلعيها كاع، أيا باش نعرفوا وجهك الحقيقي. شاهد الناس كيفاش رد السائق دب دب ريبريز بالخف. هذه كاع دارت حجاب نورمال عادي، وأكدت لاعبة المنتخب النسوي أن ارتداء الحجاب هو خيار فردي، داعية المحجبات إلى التماسك بحجابهن لأن لا علاقة له يعني بالرياضة، فهو على العكس من ذلك يشرفهن في جميع الأماكن. سترة مليحة. ويعتبر تصريح بنزينة بمثابة الرد على الانتقادات التي طالتها على خلفية مشاركتها بالحجاب في مونديال سيدات لكونها محجبة، حيث شن رافضون فكرة رؤية لاعبات محجبات بالملاعب هجموا على اللاعبة المغربية. شكون اللي ناضوا لي فرونسي عندهم بطولة فرنسية، قال لك كيفاش هذه خاطش غادي تعطي صورة بالحجاب قادرة مرة تلعب بالحجاب، شو كيفاش؟ ولم تعرض لاعبة المنتخب المغربي للسيدات أي اهتمام بانتقادات والتي طالتها، بل أكدت في تصريحها أن الحجاب يشرف يعني في جميع الأماكن. وسبق الاتحاد الدولي لكرة القدم أن احتفى بلاعبة لبؤات الأطلس نهيلة بنزينة، وذلك باعتبارها أول لاعبة محجبة تشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات. شو الناس؟ ودي رضا خويا ربي ما ترسليش فيديو هذا تاع مارسيلو مضرب ما ترسليش رضا خويا، خلينا منها ربي يضرني يا ودعم. هيا فينك لاعب فينك والاتحاد الدولي لكرة القدم يعلق على انجاز فلسطينية هبت السعدية المحجبة. وانعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم على إنجاز فلسطينية هبت سعدية التي شاركت في التحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا، وتم تعيين هبت سعدية حاكمة للراية في المباراة التي جمعت منتخب الصيني والإنجليزي أمس الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال سيدات. وقال الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، الحاكمة الدولية هبت سعدية دخلت تاريخ يوم تواجدت في مباراة الصين والإنجليز وأصبحت أول حاكمة فلسطينية محجبة في كأس العالم للسيدات. وأصبحت هبت سعدية أول فلسطينية وعربية وأسيوية تشارك في التحكيم مباراة ضمن نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم. وسبق لها لهبة السعدية إدارة مباريات في كأس آسيا للسيدات والتي أقيمت في الهند خلال شهر فبراير الماضي، وفي بطولة موريس 2022 للرجال تحت 21 عام والتي استضافتها يعني فرنسا خلال فترة من 29 إلى 13 من العام الجاري. يعني هذه اللي داروها شو كيفاش نورمال. هادي عندي يعني هيا لا ليلة حجاب تاعها هذه فلسطينية هذه هيا لا هيا هيا ها إلا تنجمو تعايروها هذه فلسطينية هيا لا فعني كاي لابسة شو شاي لابسة هيا شو هذي هذو كي دايرين شوف هذي كي دايرة عرفت شو ها هاهم واش ولي تعايروها هذه فلسطينية ماكوش عندكم الأخرى
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.